بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنتحدث اليوم عن أشمل درس حول تركيب الدوال في شيء التحليل لأصحاب البكالوريا والسنة الثانية إن أمكن. في الأول نتطرق في العنصر الأول إلى تعريف تركيب الدوال زائد تطبيق محلول بالتفصيل. عندنا كذلك كيفية تعيين مجموعة تعريف تركيب دالتين زائد تطبيقات محلولة كثيرة جدا. عندنا دراسة تغيرات تركيب دالتين زائد تطبيق محلول. عندنا كذلك كيفية حساب نهاية مركب دالتين زائد تطبيقات مفتوحة. كذلك عندنا كيفية حساب مشتقة مركب دالتين زائد تطبيق محلول. وعندنا في الأخير يعني تمرين شامل هو موجود على اليوتيوب، ستجدونه في آخر الفيديو عنوانه. وإن وجدت أخطاء في الحساب أو أشياء من تلك القبيل فاعذروني جزاكم الله خيرا، لأن الكمال لله في هذه الأشياء. ما في الأخير مع تحيات الأستاذ نور الدين، وننطلق على بركة الله. على إذن ننطلق. إذن في الأول أبنائي علينا أن نتعرف على تعريف تركيب الدوال. لاحظوا ماذا قال. قال F و G دالتان معرفتان على. الدالة الأولى لها مجموعة تعريفها تسمى دي اف، والدالة الثانية تسمى دي جي، يعني مجموعة تعريفها على الترتيب. لاحظوا جيدا أبنائي للتعريف، من التعريف يمكن لنا فهم كل شيء. لاحظوا مركب الدالة اف متبوع بالدالة جي، لاحظوا التي هي التي نرمز إليها بالرمز، لاحظوا نرمز لها بالرمز جي رون اف، يعني جي تركيب اف. ما معناها؟ لاحظوا جيدا، معناه هذه الدالة تكون في بطن هذه الدالة، يعني الدالة اف تكون في بطن الدالة جي. لاحظوا جيدا ثم نفهم نقطة بنقطة. المعرفة والمعرفة على، لاحظوا ها هي أولا مجموعة التعريف. مجموعة التعريف ماذا تقول أبنائي؟ تقول اكس، لاحظوا دي جي تركيب اف ماذا يعطينا؟ يعطي لنا إكس، حيث لاحظوا أولا الإكس ينتمي إلى دي أف و، لاحظوا كلمة و، و أف لإكس ينتمي إلى دي جي. كلمة و، لاحظوا إلى كلمة و في اللغة الرياضية هي كلمة تعني كلمة تقاطع، لأن في الرياضيات لما نقول و تقاطع لنا، ولما نقول أو نقصد كلمة اتحاد. هذه معلومة مهمة جدا تحتاجونها أكثرية في عملية الاحتمالات وما أشبه ذلك. لما نقول أو وكلمة و هو تقاطع، وأو معناه هو اتحاد، أو كلمة و هو في، وكلمة أو هو الزائد. لاحظوا معرفة بالعبارة التالية، لاحظوا جي تركيب اف لإكس يساوي لنا جي لي اف لي اكس، جي لي اف لي اكس. معناه لو ناتي الى هنا، لاحظوا ارجوكم حتى تتعلموا نقطه بنقطه. لو ناتي الى عباره بسيطه نقول الداله اف لي اكس تساوي اكس مربع، وناتي الداله جي، الداله هنا الداله اف معرفه بهذه العباره، والداله جي معرفه بهذه العباره اللي هي جي لي اكس تساوي واحد على اكس. لاحظوا لما نطبق هذا القانون، نطبق هذا القانون الذي هنا لدينا باللون الاصفر، ها هو امامكم ابنائي كي تتعلموا كل شيء. لاحظوا نقول ماذا؟ نقول جي تركيب اف لإكس يساوي ماذا؟ يساوي لنا جي لي اف لإكس، هكذا. ما معناه؟ معناه أنه عبارة الدالة اف تصبح هنا بالداخل بهذه البساطة. معناه ماذا تصبح؟ تصبح تساوي لنا هذه في مكان هنا الإكس، نعوض بالإكس مربع، معناه تصبح ماذا؟ تصبح واحد على إكس مربع. لو جاءت مثلا هكذا، جاءت مثلا مكتوبة إكس مربع زائد واحد،
هذه كليا في مكان اكس الداله جي نعوض بها. ما معنى؟ معنى تصبح هنا زائد واحد. لاحظوا جيدا هذه يعني العباره. الان هذا لما قلنا جي تركيب اف، الان لو ناتي ونقول اف تركيب جي، هل تعطي لنا نفس العباره ام لا؟ لم نتحدث عن مجموعه التعريف، سنتكلم عليها بعد. لاحظوا جيدا، ما زلنا مع العباره. لو نقول الان اف تركيب جي لي اكس يصبح ماذا يساوي ابنائي؟ يصبح يساوي لنا اف لماذا؟ لجي لي اكس هكذا. معناه عبارة جي هذه هي التي تصبح هنا بالداخل، يعني في كل اكس من عبارة الاف نعوض بواحد على اكس، معناه تصبح هكذا، تصبح واحد على اكس الكل مربع زائد واحد، وتساوي لنا واحد على اكس مربع لان الواحد لما نربعه لا يحدث شيء زائد واحد. ها هي العبارة. هل هذه العبارة وهذه العبارة متساويتان؟ لا. ما معناه؟ معناه اف تركيب جي لا يساوي جي تركيب اف، يعني التركيب غير متساوي لما نقلب بين التركيب الدوال، لان اف تركيب جي وجي تركيب اف غير متساويان لا في العبارة ولا في مجموعة التعريف. لكن لما نتطرق إلى مجموعة التعريف سنتحدث عليها بعد حين. لاحظوا الآن نأتي إلى مثال، ها هو مثالنا أبنائي، كذلك تابع إلى الدرس. لاحظوا جيدا، قال لتكن دالة F المعرفة على ماذا؟ معرفة على R هنا، يعني هنا لخطأ مطبعي فقط، بالعبارة اف لي اكس يساوي لنا ناقص اكس زائد 3، ولتكن الدالة الجذر التربيعي اللي هي اكس جذر اكس، يعني اكس هنا يعني الدالة جي هي تساوي لنا جذر اكس. لاحظوا جيدا، يكون هنا ما المقصود من ذلك؟ نتابع ابنائي، يكون اكس من اجل، لاحظوا جيدا هنا نريد ان نعرف مجموعة التعريف. اولا ما هي مجموعة التعريف هذه الدوال؟ لاحظوا جيدا أبنائي، هنا لو نريد البحث عن مجموعة تعريف جي تركيب اف، جي قلت تركيب اف يعني هذه جي تركيب اف، ماذا نطبق؟ هنا أصبحت الاف هي البنت والجي هي الأم، إذا قلت يعني البنت يعني معناته تكتب هكذا جي لي اف لي اكس هكذا، يعني هذه تصبح كأنما بنت وهذه أم، هذه بنت وهذه أم، يعني بهذا المثل البنت تخضع إلى الأم. كيف؟ ركزوا معي حتى تتعلموا أبنائي إلى هنا. لاحظوا كيف نقول؟ نطبق القاعدة أنه دي هكذا، لاحظوا دي لماذا؟ لجي تركيب اف تساوي ماذا؟ تساوي اكس حيث الاكس ينتمي الى دي اف، وماذا؟ واف لاكس تنتمي الى دي جي، يعني دالة داخل دالة. نأتي الآن إلى الدالة الاف، ما هي مجموعة التعريف؟ يعني تصبح هكذا، ركزوا، تصبح إكس بحيث الإكس إلى ماذا ينتمي؟ ينتمي إلى الآر، لأن هذه مجموعة التعريف هي الآر، إلى آر، يعني جميع الأعداد الحقيقية، وماذا؟ ولاحظوا جيدا، والدالة الجذر ماذا تقول؟ الدالة الجذر معروف أن الدالة، إذا قلنا الدالة الجذر هذه أنه يجب أن يكون الإكس أكبر أو يساوي الصفر. معناه بما أن هذه تصبح في بطن هذه، فماذا نقول أبنائي؟ نقول ناقص إكس زائد 3 يجب أن يحقق
مجموعة التعريف هذه اللي هي يجب أن يكون أكبر أو يساوي الصفر. ولا تنسوا كلمة و يعني تقاطع، معناه تصبح ماذا أبنائي؟ ننقل هذا إلى هذا الطرف، تصبح ناقص x أكبر أو يساوي ناقص 3، نضرب المتبينة في الناقص فتنقلب، يعني تصبح هكذا، تصبح x أقل أو يساوي 3. معناه ماذا؟ معناه مجموعة التعريف كيف تصبح؟ تصبح هذه اللي هي من ناقص ما لا نهاية إلى 3 المجال هكذا، تقاطع R، تقاطع يعني مجموعة التعريف هذه، تقاطع هذه. كلمة تقاطع معناها أبنائي يعني لو نقوم برسم معلم هكذا هكذا، ونقول هنا من ناقص ما لا نهاية، عفوا من ناقص نقول من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية، الدالة الأولى اللي هي الاف قلنا معرفة على R، يعني من هنا إلى هنا. أما الدالة التركيب ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا من ناقص ما لا نهاية إلى غاية العدد 3 إلى غاية هنا. ما هو التقاطع؟ التقاطع أكيد هو هذا المكان. تصبح ماذا أبنائي؟ تصبح دي جي تركيب اف تساوي من ناقص ما لا نهاية إلى غاية 3 مغلق. هكذا كيف يمكن لنا إيجاد مجموعة تعريف مركب دالتين بهذه البساطة. الآن بعد ما استخرجنا، وها هي أمامكم، بعد ما قمنا باستخراج مجموعة التعريف، نأتي الآن إلى شيء آخر اللي هو عبارة، عبارة الدالة جي تركيب اف. لو نأتي الآن نحن نقول ماذا؟ قلنا جي تركيب اف الكل لإكس يساوي ماذا؟ جي لي اف لإكس. ما معناه؟ معناه كل قيم الإكس اف لإكس تذهب وتوضع هنا في هذا المكان. ماذا تصبح أبنائي؟ تصبح تساوي لنا هكذا ناقص x زائد 3، هذا هو التركيب. الآن هذه g تركيب f، لو نقول f تركيب g لx ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا f ماذا؟ لg لx تساوي ماذا؟ يعني في مكان هنا تنقلب الأمور، يعني تصبح هذا في مكان يعني يوضع هنا. ماذا تصبح أبنائي؟ تصبح ناقص، لاحظوا في مكان هنا الإكس لأي للدالة F نضع بماذا؟ نضع جذر إكس، يعني تصبح هكذا زائد 3. هل متساوية هذه العبارة وهذه العبارة؟ لا، غير متساوية، عفوا غير متساوية، ليس يساوي الصفر هكذا. ومجموعة التعريف كذلك تختلف. كيف تختلف أبنائي؟ لو قلنا دي اف تركيب جي تصبح ماذا؟ اكس ينتمي إلى ماذا؟ الإكس قلنا ينتمي إلى الجي. ما هو الجي؟ ما هو مجموعة التعريف الجي؟ لاحظوا اللي هي من ماذا؟ بما أنها الدالة هنا الجذر، الدالة ماذا؟ الدالة الجذر، ركزوا أرجوكم، قلت الدالة الجذر. ما هي الدالة الجذر؟ الدالة الجذر معروفة من مجموعة التعريف من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية، و لاحظوا كلمة و، وماذا؟ و هذه، لاحظوا جيدا، هذه العبارة اللي هي جذر إكس تنتمي إلى مجموعة التعريف هذه اللي هي قلناها R، تنتمي إلى R هكذا. الآن لاحظوا جيدا، الآر من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية، وهذه لاحظوا هذه كم؟ جذر إكس معرفة من هنا معرفة إلى هنا، يعني كلمة وهي التقاطع. معناه لو نأتي إلى رسم معلم كما قلنا من قبل تصبح هكذا.
تصبح الدالة الأولى قلنا جي من الصفر إلى من الصفر قلنا إلى الزائد ما لا نهاية، والدالة اف من الناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية. ونحن قلنا ماذا مجموعة التعريف؟ هي كلمة و اللي هو التقاطع، يعني تصبح ماذا؟ تصبح دي اف تركيب جي تساوي ماذا؟ تساوي من هذا المكان كما ألوح هنا، ألمح هنا يعني من الصفر إلى ماذا؟ إلى الزائد ما لا نهاية، يعني تصبح هكذا من صفر إلى زائد ما لا نهاية. هذه هي مجموعة التعريف تركيب اف تركيب جي. أما الأولى لاحظوا مجموعة التعريف كيف هي، من الناقص ما لا نهاية إلى الثلاثة هكذا أبنائي. بعد ما أكملنا مع هذا المثال نتطرق الآن إلى مثال آخر. لاحظوا اف لإكس تساوي لنا واحد على إكس، حيث مجموعة التعريف أكيد بما المقام لا يساوي الصفر معناه ار ما عدا الصفر، يعني مجموعة التعريف دالة اف اللي هي من ماذا؟ من ناقص ما لا نهاية إلى الصفر مفتوح اتحاد من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية، هذه الدالة اف. الدالة جي معرفة بالعبارة جي لإكس يساوي لنا ماذا؟ جذر إكس، حيث ماذا؟ الدالة جي الدالة بما أنها تحت إكس يعني جذرية، نقول المقا ما بين ما تحت الجذر أكبر أو يساوي الصفر، يعني تصبح هذه هي الدي جي. الآن نريد أن ماذا؟ أن نجعل التركيب اللي هو مجموعة التعريف الدالة جي تركيب إف. لاحظوا جيدا جي تركيب إف، كيف نقول أبنائي؟ نقول إكس حيث إكس ينتمي للإف، وماذا؟ و إف لإكس عليها أن تنتمي إلى الدي جي، إلى الدي جي. لاحظوا جيدا أولا ما هي مجموعة التعريف الدالة إف؟ هي هذه، هذه يجب أن تكون تحقق ماذا؟ تحقق هذا، تحقق ماذا؟ من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية. كيف أبنائي؟ قلنا هكذا، لاحظ تصبح إكس ينتمي إلى آر نجمة اللي هو لمجموعة التعريف الدالة إف، وحيث ماذا؟ حيث هذه واحدة على إكس يجب أن تكون أكبر أو يساوي الصفر، يعني تحقق مجموعة التعريف هذه الدالة اللي هي جي. هنا ماذا قلنا؟ هنا يوجد تقاطع، تقاطع أبنائي ركزوا، كلمة تقاطع يعني ماذا ينتج؟ ينتج هذا الشيء، لو جئنا الآن ومثلنا كل واحد بمحور يصبح الدي اف هو من الناقص ما لا نهاية إلى غاية زائد ما لا نهاية لكن الصفر لا يدخل، أما الدالة دي جي من الصفر من هنا مغلق إلى غاية زائد ما لا نهاية. ما هو التقاطع؟ التقاطع هو هذا يا أبنائي، ماذا تصبح؟ تصبح دي جي تركيب عفوا جي تركيب اف يساوي ماذا؟ الصفر مفتوح. لماذا صفر مفتوح؟ لاحظوا لأنها تقاطع إلى غاية الزائد ما لا نهاية بهذه البساطة. الآن ما هي عبارة الدالة جي تركيب اف؟ العبارة أبنائي تصبح هكذا، جي تركيب اف الكل لإكس يساوي قلنا جي لي اف لإكس، حيث ماذا أبنائي؟ حيث هذه العبارة تصبح هنا، يعني في مكان أي إكس للدالة جي نعوضها بواحد على إكس، يعني نعوض هنا كما تلاحظون، يعني تصبح هكذا، تصبح ماذا؟ تصبح واحد على إكس لكن تحت الجذر، هكذا الجذر واحد على إكس. وأكيد سأكد مجموعة التعريف هذه العبارة لو نأتي أن المقام لا يساوي صفر أو ما هكذا، لكن كل أكبر أو يساوي صفر يعني مجموعة التعريف أكيد ستكون هذه يا أبنائي. هذا فيما يخص ماذا؟ فيما يخص جي تركيب اف. لو نأتي الآن إلى اف، لاحظوا دي اف تركيب جي، ماذا نقول؟ نقول كذلك أبنائي دي اف تركيب جي تساوي اكس، حيث الاكس ينتمي عفوا حيث الإكس لاحظوا ينتمي إلى ماذا؟ إلى هذا المجال اللي هو من صفر إلى الزائد ما لا نهاية اللي هو للدالة جي، و
وماذا أبنائي؟ ركزوا أرجوكم حتى تتعلموا إلى هذه الأشياء. لاحظوا جيدا، هل تبقى مجموعة التعريف ثابتة أم تتغير؟ وماذا؟ وكل قيمة وماذا؟ ودي جي، هذه الدي جي يجب أن تكون محتويات في ماذا؟ في دي اف. لاحظوا جيدا، في دي اف. كيف ما معناه؟ معناه تصبح ماذا؟ تصبح اكس هكذا ينتمي الى من الصفر الى الزائد ما لا نهايه اللي هو الجي، وماذا؟ ولاحظوا جيدا، اي ماذا؟ اي جذر اكس، لاحظوا جيدا، يكون ينتمي الى ار النجمه. لاحظوا جيدا هكذا أبنائي. ما معنى؟ معناه يعني هذا المجال، معناه ماذا أبنائي؟ نلاحظ جيدا وركزوا معي كيف تتعلموا أن ماذا، هذه إذا جئنا إلى المجال هنا كما تلاحظون، ها هي الدي الدي اف، وها هي الدي عفوا ها هي الدي جي. قلنا هو تقاطع المجالات. ما هو المجال؟ إذا تصبح ماذا؟ دي اف تركيب جي ماذا أبنائي؟ تساوي ماذا؟ تساوينا من ماذا؟ من الصفر مفتوح إلى الزائد ما لا نهاية اللي هو تقاطع هذا المجال مع هذا المجال اللي هو ار بعد الصفر. بكل بساطة هكذا أبنائي. أما العبارة، العبارة فتصبح كما تلاحظون، ها هي العبارة. لو جئنا إلى العبارة ركزوا جيدا، لو جئنا إلى العبارة نقول هكذا، نقول اف نعم اف قلنا تركيب جي لإكس تساوي ماذا؟ تساوي لنا اف لجي لإكس هكذا أبنائي، تساوي ماذا؟ معناه هذا الجذر ينتقل إلى هنا، يعني في مكان كل إكس من الدالة F نعوض بجذر إكس، معناه سوف تصبح العبارة واحد على جذر ماذا؟ إكس. ومجموعة التعريف هذه العبارة معروفة أنها من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية هكذا، إلا أنه يكون مجال مفتوح. بهذه البساطة أبنائي تعلمنا كيفية استخراج العبارة، كما تعلمنا كذلك استخراج مجموعة التعريف. يعني دائما تذكروا أن قيمة تحقق قيمة أخرى. الآن نتطرق الآن إلى ها هو مثال آخر، نعتبر دالتين F و G معرفتين ب، العبارة هذه F معرفة بهذا المجال والدالة G معرفة بهذا المجال. على الترتيب، حيث F لX يساوي لنا 2 X مربع زائد 1 والدالة G لX تساوي لنا جذر X ناقص 1. أكتب كلا من اف وجي على شكل مركب دالتين مرجعيتين يطلب تحديدهما. عرف الدالتين اف تركيب جي وجي تركيب اف. نلاحظ جيدا هنا الامر بكل بساطه، لاحظوا جيدا ابنائي. هنا التركيب كيف؟ نقول اكس يذهب الى اكس مربع، ناتي الان الى هذا المثال، بواسطه داله اسمها اي واحد. وهذا الإكس مربع يذهب إلى إلى العبارة هذه اللي هي 2 إكس مربع زائد واحد بواسطة دالة تسمى U في واحد. ركزوا، هذه بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الدالة F. الدالة G كذلك ما هي؟ الإكس يذهب إلى إكس ناقص واحد بواسطة دالة تسمى U 2، وهذا بنفسه يذهب إلى دالة أخرى إلى جذر إكس ناقص واحد بواسطة ماذا؟ دالة أخرى هي في 2. ركزوا أرجوكم، هكذا تسمى دالتين مرجعيتين. ما هي الدالة المرجعية؟ ها هي في المثال الأول هي الدالة مربع لأنها دالة مرجعية، وهذه هي دالة تآلفية. ركزوا أرجوكم، هنا كيف تتم العملية؟ لاحظوا، ها هي أمامكم كما تلاحظون. هنا يعني من هنا إلى هنا تكون الدالة F، ومن هنا إلى هنا تكون الدالة جي. ومنه ماذا يمكن أن نقول؟ نقول أن الدالة F هي مركب بين الدالتين V1 تركيب E1. نعم V1
اللي هي الدالة هذه الدالة، لاحظوا مركب ماذا؟ مركب هذه. ما معناه؟ معناه الدالة، ركزوا، الدالة ها هي اي واحد هي الاكس مربع، والفي واحد هي اثنان اكس زائد واحد. ماذا يعني هذا الاكس؟ ركزوا، هذا الاكس ابنائي سوف ياتي الى هذا المكان. لما ياتي الى هذا المكان ماذا تصبح؟ تصبح اثنان اكس مربع زائد واحد، وها هي الداله اف، عباره الداله اف لاكس. هذه فيما يخص ماذا؟ الداله اف لاكس. لو جئنا الان الى مثال هذا، مثلا واحد على اكس زائد واحد، كم يوجد لنا من داله؟ يوجد لنا دالتان. لو جئنا، ركزوا معي أرجوكم، هكذا نقول إكس يؤول إلى ماذا؟ إلى إكس زائد واحد، وهذا بطبعه يؤول إلى ماذا؟ ركزوا، إلى واحد على إكس زائد واحد. هنا ما هي؟ هنا هذه الدالة إذا سميناها إولي إكس تعطيكم كم؟ إكس زائد واحد. أما الدالة فيولي إكس ما هي أبنائي؟ هي واحد على إكس ماجيسكيل، حيث هذه تأتي إلى هذا المكان، يعني تصبح الدالة المرجعية هي الدالة خطية زائد الدالة مقلوب، يعني تصبح إف لإكس تساوي لنا ماذا؟ تصبح تساوي لنا في تركيب إي الكل لإكس. كيف معناها؟ عبارة هذه الدالة الأو تأتي إلى الدالة هنا، يعني في مكان كل، لاحظوا هذه القيمة أبنائي تعوض هنا، يعني في مكان الإكس ماجيسكيل هذا نعوض بماذا؟ نعوض بإكس زائد واحد. هذا هو التركيب بأم عينيه. والدالة المرجعية هي هذه دالة خطية أو الدالة التألفية، وهذه الدالة المقلوب فقط. الآن مع الدالة الثانية كذلك، ما هي الدالة الثانية؟ لاحظوا جيدا، ها هي الدالة، الدالة الثانية مع الدالة جي، ما هي الدالة جي أبنائي؟ ركزوا أرجوكم حتى تعلموا. الدالة جي هنا مركب دالتين، الدالة هي جي تساوي لنا في اثنان تركيب يو اثنان. كيف؟ الدالة ها هي الدالة U، والدالة V هي الجذر X، حيث معنى هذه تأتي إلى بطن هذه الدالة بأبسط طريقة أبنائي فقط، يعني تصبح الدالة دالة تألفية مع دالة جذرية اللي هي دالة مرجعية، هكذا أبنائي بكل بساطة. الآن بعد ما تحدثنا على هذا الشيء، لاحظوا ماذا قال. نلاحظ فعلا أن الدوال إي واحد وفي واحد وإي اثنان وفي اثنان دوال كيف هي؟ مرجعية، تحدثنا على هذا الشيء. تعريف دالتين تركيب الآن، إف تركيب جي وجي تركيب إف. لدينا ماذا؟ لدينا من أجل كل إكس، لأن مجموعة التعريف لاحظوا ما هي؟ لاحظوا مجموعة تعريف كل دالة، الأولى من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية، والثانية من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية. ركزوا، هذه معرفة من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية المجال مغلق، وهذه من واحد إلى الزائد ما لا نهاية هكذا المجال كذلك كما تلاحظ. الآن ماذا نقول؟ F تركيب G معناها مجموعة تعريف هذه تكون محتوت في هذه. لدينا من أجل كل X فإن ماذا؟ أن ماذا؟ لاحظوا أن G لX يجب أن يكون قيمتين، كيف هو؟ موجبة. أي ماذا؟ أن الجي لإكس تكون هذه، الجي لإكس يجب أن يكون هذا المجال ينتمي إلى هنا، يحقق هذا المجال، المجال من واحد إلى الزائد ما لا نهاية يحقق ماذا؟ من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية. ومنه الدالة جي إف تركيب جي معرفة من ماذا؟ معرفة من تقاطع المجال هذا مع هذا، أكيد سيعطي لكم من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية بكل بساطة كما شرحنا من قبل. الآن لاحظوا، ولدينا ماذا؟ الآن تختلف الأمور، لاحظوا
الدالة الأولى قلنا هذه معرفة على من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية، وهذه قلنا معرفة من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية، هكذا. الآن الأمر الثاني اللي هو لاحظوا إلى هذا التركيب، يعني هذه الدالة F تصبح في بطن الدالة G. ماذا نقول؟ نقول أنه يجب أن تكون الدالة هذه قيم الدالة F بما أنها هي في البطن تحقق هذا المجال. يجب أن تحقق هذا المجال، يعني الدالة F نقول F لX يجب أن تكون ماذا؟ تنتمي إلى هذا المجال، يعني تكون أكبر أو تساوي ماذا؟ الواحد، لأن هذا يقرأ X أكبر أو يساوي الواحد، هذا المجال يقرأ هكذا. أي ماذا؟ أي أن F لX تكون تنتمي إلى هنا. ومنه ماذا؟ يصبح ماذا؟ تقاطع المجال هو كيف؟ يصبح تقاطع المجال معرفة من الصفر إلى كيف؟ إلى الزائد ما لا نهاية، بكل بساطة أبنائي هكذا. لاحظوا أكرر، لدينا من أجل كل X هذه، لاحظوا الأم ماذا هي؟ الأم معرفة من الصفر إلى البنت معرفة من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية، والأم معرفة من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية. لاحظوا يجب أن يكون هذا يحقق هذا المجال، معناه كيف يحقق؟ يحققه بالعبارة كما تلاحظون أبنائي فقط، كما كنت أشرح، لأن مجموعة مهما كان فإن F لX هذه تحقق هذا المجال اللي هو من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية. الآن كيف نلاحظ جيدا أبنائي؟ ركزوا، من أجل كل فإن، لاحظوا الآن نأتي إلى عبارات الدوال الاثنين، كيف تصبح؟ F تركيب G لX كيف نقول؟ نقول F يعني تصبح هذه في بطن هذه، هذه G في بطن الدالة. لاحظ ما معناه؟ معناه كل عبارة من الدالة هذه G تعوض في X الدالة F، يعني أينما وجدنا، لأن الدالة F هي 2X مربع زائد 1، والدالة G هي هذه القيمة، يعني نأتي بهذه القيمة ونعوضها هنا، تصبح 2 في ماذا؟ في جذر إكس ناقص 1 الكل مربع زائد 1، لكن بما أن نربع الجذر سيذهب مباشرة، ها هي عبارة الدالة F تركيب G. الآن هنا العكس، G تركيب F، تصبح عبارة الـ F هي التي تأتي إلى بطن الدالة G. الدالة G قلنا ما هي؟ إذا كل عبارة يعني هذه القيمة أبنائي للدالة F ستصبح هنا في داخل G، يعني كل مكان من الدالة G كل X فيه نعوضه بإثنان X مربع زائد واحد، وها هي أمامكم، لأن الدالة G لX هي X ناقص واحد، يعني نأتي بهذه القيمة ونعوضها هنا في بطن الX للدالة G، تصبح كما تلاحظون، ولكن الإكس مربع يخرج من الجذر لأن في جهة الموجبة، تصبح جذر 2 في إكس لأن الإكس مربع خرج بإكس، لو كنا في جهة السالبة لقلنا ناقص إكس، هكذا أبنائي فقط، هذه هي الأمر الذي تحدثنا عليه. الآن نتطرق الآن إلى مثال آخر حتى تتعلموا. لاحظوا إي وفي دالتان معرفتان، الأولى معرفة على آر والثانية معرفة على من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية، هذه معرفة على R أبنائي، وهذه معرفة من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية جذرية. لاحظوا بين أن الدالة V تركيب U معرفة على R، معرفة على ماذا؟ على R. ماذا قلنا؟ نقول هكذا، نقول D V تركيب U يساوي حيث ماذا؟ حيث X، بحيث X ينتمي إلى ماذا؟ إلى مجموعة تعريف الدالة U اللي هو R وماذا؟ وإيل X تنتمي إلى ماذا؟ إلى DV. ما هو DV اللي هو ماذا؟ من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية. لماذا؟ لأن الـ U في بطن الـ V. هكذا. ركزوا أرجوكم. هنا قال هو بين أن مجموعة التعريف هي R. الآن مجموعة التعريف الأولى هي الـ R، ركزوا هي ماذا؟ هي الـ R.
الآن هل كل قيم الأولي إكس، هذه الأولي إكس الذي تلاحظونها تحقق هنا، أي تحقق هذا الشيء، ركزوا أرجوكم. ما معناه؟ معناه لو نأتي إلى هنا نجد أنه ماذا؟ أنه R، أن جميع القيم هذه للأو هي قيم، كيف هي؟ هي قيم موجبة، موجبة تماما مهما كان. لماذا؟ لأن العبارة X مربع زائد X زائد واحد هي قيمة موجبة. لو تحسبون الدالتا لتجدونه ناقص ثلاثة، أي أقل من الصفر. المعادلة ليس لها حل، فإن إشارة هذه العبارة أبنائي من إشارة ماذا؟ من إشارة الواحد اللي هو الأ. إذا تصبح هذه القيمة قيمة موجبة، يعني هذه القيمة مهما كان فهي تنتمي إلى هنا. مهما كان، ما معناه مهما كان؟ معناه R، معناه تصبح D في تركيب U سوف تعطي لكم مجموعة التعريف هي R. يقول أحدكم لماذا يا أستاذ؟ قلت هل جميع هذه قيم هذه الدالة تحقق هذا المجال أم لا؟ نعم، خذ أي رقم كان من هذه الدالة ستجدها تنتمي إلى هنا. لو أخذنا الصفر، صفر نجد صفر مربع زائد صفر زائد واحد، وهذه قيمة أكبر من الصفر تنتمي إلى هذا المجال مهما أخذنا أي كان. إذن تصبح مجموعة التعريف ما هي؟ هي الآر. يقول أحدكم لماذا يا أستاذ قلت التقاطع؟ نعم هو تقاطع، مهما كان هو تقاطع، إلا أنه عليك أن تعرف أن تفهم أن هذا يجب أن، هل يحقق جميع القيم مهما كان الإكس ينتمي إلى الآر؟ نعم يحققها بكل بساطة. إذن تصبح مجموعة التعريف الدالة هذه هي آر بأبسط الطرق. الآن يقول أحدكم لو قلبنا يا أستاذ وقلنا U تركيب V، الاو تركيب في، لو قلنا دي او تركيب في ماذا يصبح؟ يصبح هكذا اكس، حيث الاكس ينتمي لماذا؟ ينتمي لمجموعة التعريف هذه، ينتمي من الصفر الى الزائد ما لا نهاية، هكذا وان ماذا؟ وفيولي اكس، قيم فيولي اكس تنتمي الى مجموعة التعريف الدالة هذه اللي هي ماذا؟ هي الار، هكذا. معناه ماذا؟ معناه الإكس قلنا ينتمي إلى هذا المجال، الإكس ينتمي إلى هذا المجال اللي هو من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية. وما هي القيم التي تجعل فيولي إكس تنتمي إلى الآر، يعني تعطي قيم يقبلها؟ هي أنه ماذا؟ أنه نقول الإكس، حيث الإكس ينتمي من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية، وماذا؟ وأن الصفر إلى الزائد ما لا نهاية هذا المجال أبنائي هو بطبعه ماذا؟ ينتمي إلى الآر. هنا ماذا ينتج مجموعة التعريف؟ لو نلاحظ جيدا القيم التي تحقق هي هذه يا أبنائي، هي هذه القيمة، تصبح دي U تركيب V يساوي لنا من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية. لاحظتم وجه الاختلاف؟ اختلاف كبير. لماذا؟ لأن لو جئنا إلى العبارة، عبارة التركيب، لو قلنا هكذا U تركيب V لX ماذا يساوي؟ يساوي لنا U لV لX، لاحظوا تصبح ماذا؟ تصبح أي قيمة، هذه القيمة توضع هنا بالداخل، يعني أي مكان من الإكس من الأو نعوضه بجذر إكس، ماذا يصبح؟ يصبح هكذا جذر إكس الكل مربع زائد ماذا؟ زائد جذر إكس زائد واحد. بما أن هنا نربع تصبح ماذا؟ تصبح إكس زائد جذر إكس زائد واحد، ومجموعة تعريف هذه العبارة أكيد هي من الصفر إلى الزائد، يعني أن الجذر يجب أن يكون ينتمي إلى القيم الموجبة. هذه فيما يخص الـ U تركيب V. لو جئنا إلى V تركيب U الكل X تساوي ماذا؟ تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا V لـ V V لـ U لـ X. لاحظوا معناه كل قيمة من كل
قيمة، يعني كل هذه، هذا كل قيمة هذه سوف تأتي إلى هذا المكان. يعني كل مكان، كل عبارة، كل عبارة أينما تجد الدالة، أينما تجد إكس في الدالة في تعوض به، تصبح ماذا؟ تصبح جذر ماذا؟ إكس مربع زائد واحد زائد إكس زائد واحد. وهذه العبارة أكيد معرفة على ماذا؟ على R، لأن مهما كان هذه القيمة التي بالداخل مهما كان هي قيمة موجبة، تصبح مجموعة التعريف هي R، وهنا تصبح مجموعة التعريف هي من الصفر إلى الزائد من. لاحظتم وجه الاختلاف بكل بساطة أبنائي، هكذا. أتمنى أن قد يعني بدأتم يعني تنظرون، وإن اختلطت عليكم الأمور يعني قوموا بتعيين عبارة الدالة في الأول، ثم قوموا بتعيين عبارة مجموعة التعريف، ستجدونها بأبسط طريقة. كذلك هنا كذلك بهذا البسط. نأتي الآن إلى مثال آخر، قال F و G دالتان معرفتان كما يلي. لاحظوا G لـ X تساوينا 1 على X، و F لـ X تساوينا X مربع زائد 1. قال أحسب F تركيب G لـ X بعد تحديد مجموعة تعريف الدالة G تركيب F، ونفس الأسئلة بالنسبة إلى الدالة F تركيب G، يعني نعين العبارة ثم بعد مجموعة التعريف. لو نلاحظ جيدا هنا أبنائي كيف تتم العملية بأبسط طريقة. لاحظوا هنا F تركيب جي لي إكس ماذا عندنا؟ عندنا الدالة هذه معرفة على ماذا؟ على R، وهذه معرفة على ماذا؟ على R نجمة، يعني المقام لا يساوي الصفر. لاحظوا جيدا، ها هي دالة كل واحد منهما وهي مجموعة التعريف. نقول إكس يؤول إلى F لي إكس، و F لي إكس تؤول إلى جي لي F لي إكس، يعني تصبح ماذا؟ لأن لاحظوا جيدا تصبح ماذا؟ هنا نتحدث عن هذا السؤال هنا، لاحظوا هذا يعني الاف تصبح هي في بطن الجي، الاف تصبح قلت في بطن الجي. لاحظوا جيد ما معناه، معناه لما نقول اف تصبح هي في بطن الجي، معناه كل هذه القيمة اكس زائد واحد تعوض هنا، يعني تصبح الدالة ماذا التركيب؟ يصبح واحد على اكس مربع زائد واحد، قلت تصبح واحد على اكس مربع زائد واحد، حيث ماذا؟ هنا ما هي الدالة التي أصبحت؟ هي الدالة F، يعني تصبح ماذا؟ مجموعة التعريف معناها F لـ X لا يساوي ماذا؟ لا يساوي الصفر. F لـ X هو الذي لا يساوي الصفر. هذا صحيح لأن المعادلة ماذا؟ لاحظوا جيدا أن المعادلة هذه لا تقبل حل مهما كان، لأن الدلتا سالب. عوضوا ستجدوا الدلتا سالب أبنائي. يعني هنا ماذا نقول؟ ليس لها حل، معناها تصبح مجموعة التعريف التركيب جي تركيب اف هو ار. قلت هو ار لماذا؟ لان لاحظوا الى هذه العباره مجموع تعريفها مهما كان فان المقام لا ينعدم. هذه بالنسبه الى هذا المثال. لو نلاحظ الان لحساب جي لي اف لي اكس، نعوض ماذا قلنا؟ نعوض كل قيمه اف لي اكس كل عبارتها هنا في مكان الجي، يعني كل قيم كما قلت هنا نعوض هنا كما تلاحظون، تصبح اكس مربع زائد واحد، هذه هي ماذا؟ هي جي لي اف لي اكس كما تلاحظون هكذا، وهو امامكم كما تلاحظون ابنائي. واكيد نعم، لان هذه نقول عليها انها لا تساوي الصفر، ولكن مهما كان فانها معرفه على ا لان كل القيم تحقق. الان حساب اف تركيب جي العكس، اف قلنا ماذا؟ تركيب جي. ركزوا أرجوكم، F تركيب جي معناه القيم الدالة كل قيم الدالة جي تصبح في مكان الإكس للدالة F، يعني نأتي بهذه القيمة ونعوضها هنا ونعوضها هنا في مكان الإكس. ماذا تصبح؟ تصبح هكذا، F تركيب جي الكل إكس تساوينا ماذا؟ تصبح تساوينا F لي جي لي إكس هكذا، وتصبح تساوي واحد على إكس الكل مربع زائد ماذا؟ زائد واحد بأبسط طريقة. يعني هذا أي مكان من يوجد إكس في الدالة يعوض به، يعوض به يعني بواحد على إكس. لاحظوا جيدا، إذا ماذا تصبح هكذا كما تلاحظون؟ ها هي الآن نأتي إلى مجموعة التعريف. ركزوا، الدالة الأولى قلناها R ما عدا الصفر،
والدالة الثانية قلناها معرفة على R. الآن ما هو يعطينا تقاطع؟ كما قلنا ما هي القيم التي تحقق؟ لاحظوا جيدا أبنائي، تصبح ومنه ماذا؟ ومنه تركيب يعطي لنا R ما عدا الصفر. لماذا؟ لو تلاحظون إلى هذه العبارة، ركزوا، ها هي عبارة أمامكم، ما هي مجموعة التعريفية؟ أن المقام لا يساوي الصفر، يعني تصبح R نجمة بأبسط طريقة، اللي هو تقاطع المجالات. لاحظوا جيدا، لدينا ماذا هنا؟ لدينا الإكس يؤول إلى جيل إكس، والجيل إكس تؤول إلى F لجيل إكس، يعني تصبح هذه في بطن الدالة F، في أي مكان من الإكس تعوض بجيل إكس كما تلاحظون، وها هي العبارة. هكذا أبنائي، قد قمنا الآن ولاحظنا أن التركيب غير متساوي. لاحظ بأبسط طريقة ممكنة أبنائي، تعلمنا هذا الشيء. لماذا؟ لأن وجدنا العبارة. لاحظوا ماذا وجدنا؟ عبارة التركيب الأول ها هي عبارة التركيب الأول، وها هي عبارة التركيب الثاني، هل متساويان؟ لا. إذن فإن التركيب ليس عملية تبديلية فقط، بهذه البساطة أبنائي. إذن بعد ما أكملنا مع هذا المثال، نتطرق الآن إلى مثال آخر. لاحظوا جيدا، قال F وجي دالتان معرفتان كما يلي. العبارة الجي ها هي، وعبارة الاف ها هي أبنائي. قال أولا أحسب F تركيب جي لإكس، وجي تركيب F لإكس، بعد تعيين مجموعة تعريف الدوال، يعني بعد ما نعين تعريف الدالة جي F وجي، والتركيب F تركيب جي وجي تركيب F. نتابع جيدا هنا في الأول ل الدالة F، بما أنها عبارة عن دالة تآلفية، مجموعة تعريفها هي R كما تلاحظون هنا. أما الدالة G بما أنها دالة مقلوب، يعني المقلوب يعني المقام لا يساوي ماذا؟ لا يساوي الصفر، يعني تصبح R نجمة، يعني كل الأعداد ما عدا الصفر، يعني لأنه نقول X لا يساوي الصفر، وهذا معناه كل الأعداد ما عدا الصفر كما تلاحظون هنا، ها هي مجموعة التعريف. كذلك نلاحظ جيدا عندنا الآن نأتي إلى مجموعة تعريف التركيب اللي هو F تركيب G. F تركيب G أبنائي ماذا نقول؟ X بحيث X ماذا؟ X لجي اللي هو ها هو الدالة G، ها هي عبارتها، تنتمي إلى ماذا؟ إلى R نجمة، لأن مجموعة تعريف الدالة G هي R نجمة. وماذا؟ وجيلي X، هذه العبارة اللي هي جيلي X، هذه تكون تنتمي إلى مجموعة تعريف الدالة F. يعني هكذا، يعني نقول X هكذا يؤول إلى هنا بوسط الدالة G إلى ماذا؟ إلى واحد على X، ثم يؤول، هذه تؤول إلى ماذا؟ إلى الدالة F اللي هي هي ماذا؟ كما نلاحظ هي 2 في 1 على X زائد 3 بواسطة الدالة، هنا تصبح الدالة F، يعني الدالة F هكذا، ها هي الدالة F. نلاحظ جيدا، إذا قلنا ماذا نقول؟ نقول بما أن كلمة و فإنه يوجد ماذا؟ تقاطع. ها هو كما تلاحظون هنا أبنائي، لاحظوا الدالة G ها هو مجموعة تعريفها هنا باللون الأحمر، والدالة F مجموعة باللون الأخضر. قلنا حتى يكون قيم كل قيم هذه الدالة F تحقق الـ R، يجب أن يكون مجموعة التعريف هي التقاطع من هنا إلى هنا. لاحظوا ما هي مجموعة التعريف الآن أبنائي، من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية. وأكيد نعم، لأن مجموعة التعريف هذه العبارة التي تلاحظون، نعم هي من الصفر إلى قلت هي عفوا من ليس من الصفر إلى ما لا نهاية، إنما هي من R ما عدا عفوا R ما النجمة، يعني كل الأعداد تحقق. لاحظوا لأن قلنا الدي جي هي كل الأعداد عفوا من ناقص ما لا نهاية إلى الصفر، اتحاد من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية، هذه الدالة جي، هنا جي، والدالة اف ار، معنى تصبح تقاطعهم هو هذا اللي هو من ناقص ما لا نهاية إلى الصفر، ومن الصفر إلى الزائد ما لا نهاية. إذا مجموعة التعريف دي جي هي ار النجمة، هي كل الأعداد ما عدا الصفر، هذه بالنسبة إلى المثال إلى اف تركيب جي. الآن نأتي إلى جي تركيب اف، جي تركيب اف كذلك أبنائي، في جي تركيب اف نلاحظ جيدا، ها هي العبارات، ماذا نقول؟ نقول أن F تصبح هي بداخل الG، قلت F تصبح هي بداخل الG. الF ما هي مجموعة تعريفها؟ هي الR،
وماذا وآف وآف لاحظوا ماذا تحقق؟ تحقق مجموعة تعريف الدالة هذه. معناه المقام يعني تصبح هذه آف يا أبنائي لا تساوي الصفر، لأن مجموعة الدالة آف جي هي أن هذا لا يساوي الصفر. هكذا يعني ما هي؟ لاحظوا كيف تصبح، لاحظوا وجه الاختلاف هذا. معناه تصبح 2 إكس زائد 3 لا تساوي الصفر، لا تساوي الصفر، ركزوا. ومنه 2 إكس لا يساوي ناقص 3، ومنه الإكس لا يساوي ماذا؟ لا يساوي ناقص 3 على 2. تصبح مجموعة تعريف الدالة التركيب جي تركيب اف هي ار ما عدا ناقص 3 على 2. بهذه البساطة أكرر، يعني هذه معرفة على ار، هذه معرفة على ار، لكن لما تنتقل إلى هناك أي كيف تصبح؟ تصبح تنطبق عليها مجموعة التعريف هذه، يعني أنه هذا لا يساوي الصفر. معنى هذه ستصبح هنا في هذا المكان تصبح 2 إكس زائد 3 لا يساوي الصفر، لأنها سوف تصبح في المقام. الآن بعد ما أكملنا مع مجموعة التعريف نأتي إلى عبارات كل تركيب. لاحظوا جيدا، ها هي الدالة الأولى والثانية، ركزوا أرجوكم حتى تتعلموا إلى هذا التركيب، لأنه هو شيء مهم جدا وفيه نوع من الاختلاط. نقول F تركيب جي الكل لإكس، قلنا يساوي لنا ماذا؟ F لماذا؟ لجي لإكس. هكذا ما معناه؟ معنى كل قيمة من إكس ستعوض بهذا هنا، لاحظوا هنا وهنا. ماذا تصبح أبنائي؟ تصبح تساوي 2 في 1 على إكس زائد 3. ولاحظوا إلى مجموعة التعريف، أكيد نعم المقام يختلف عن صفر، معناه R نجمة. هذا هو مجموعة التعريف هذا التركيب. الآن نأتي الآن إلى G تركيب F الكل لإكس، يعني نريد إيجاد العبارة تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا G لـ F لإكس. يعني ماذا؟ يعني العكس، سوف تنقلب الأمور، تصبح كل قيمة من هذا أنه هذه، لاحظوا أبنائي هذه سوف تنقل هنا وتنقل كذلك هنا، لاحظوا جيدا. إذن ماذا تصبح أبنائي؟ نلاحظ جيدا، تصبح هكذا تساوي ماذا؟ تساوي واحد على ماذا؟ على 2 إكس زائد 3. يعني هذه القيمة تتحول إلى هذا المكان بكل بساطة، يعني هذه هي جي تركيب اف لماذا؟ لإكس. وأكيد مجموعة التعريف هنا أكيد نقول 2 إكس زائد 3 لا تساوي الصفر، معناه تصبح R ما عدا ماذا؟ ما عدا الناقص 3 على 2 كما وجدناها هنا أبنائي بعملية الاستنتاج. هكذا بعد ما أكملنا مع هذا المثال نأتي الآن إلى هذا المثال. قال أكتب الدالتين U و V حيث الـ V لـX لاحظوا كم تساوي، والـ U لـX تساوي لنا 1 على X. قال أكتب V تركيب V لـX و U تركيب U لـX و V U تركيب V لـX و V تركيب E، يعني كل الحالات. لاحظوا عندنا V، لاحظوا V تركيب E كم تساوي، لاحظوا كم تساوي أبنائي، وعندنا U تركيب V، لاحظوا عبارتان غير متساويتين، و U تركيب U تساوي لنا الـ X، لاحظوا جيدا. وعندنا كذلك نلاحظ، وعندنا كذلك أبنائي ماذا؟ V تركيب V يساوي هذا. يعني بأبسط طريقة قوموا بعملية التعويض فقط. يعني هنا لو نأتي إلى V تركيب V لـ X تساوي لنا V لـ V لـ X، هكذا ماذا تصبح؟ تصبح أنه تصبح 3 في ماذا؟ في المكان الإكس نعوض ب 3 إكس زائد 5 زائد 5، تصبح ماذا تساوي؟ تساوي لنا 9 إكس زائد 15 زائد 5، تساوي لنا 9 إكس زائد 20. هكذا بهذه البساطة أبنائي، وقوموا بعملية التعويض. كذلك مجموعة التعريف كما مثل هنا R، هنا تصبح R نجمة، وهنا R ما عدا الناقص 5 على 3، وهنا عندنا R، وهنا عندنا R. قوموا بعملية التعويض فقط كما ذكرنا سالفا.
عندنا الآن نأتي إلى شيء آخر اللي هو تركيب اتجاه تغير الدالة، يعني جي تركيب اف أو اف تركيب جي. هذا أمر مهم. قال اف دالة رتيبة تماما على مجال اي، يعني مجموعة تعريفها، وجي دالة رتيبة تماما على مجموعة مجال جي، فحيث اف لي اي يعني صورة المجال اي يكون محتوى في المجال جي. إذا كانت للدالتان اف وجي نفس اتجاه التغير، يعني مثلا هنا الدالة اف مثلا متزايدة والدالة جي متزايدة، فتكون التركيب جي تركيب اف يكون كيف هو متزايد. إذا كانت أولى متناقصة والثانية متناقصة تعطي لكم كذلك متزايدة، إذا كانت متناقصة والأخرى متزايدة تعطيكم متناقصة، وإذا كانت الأخرى متزايدة والأخرى متناقصة تكون كذلك أنها متناقصة، يعني جداء، كأنما جداء جداء المجالات. لاحظوا جيدا لدينا هذا المثال، لو نأخذ هذا المثال، إذا قلنا الدالة مثلا F معرفة بالعبارة F لX تساوي لنا X مربع، ودالة G معرفة بالعبارة ماذا؟ G لX تساوي لنا 1 على X. هنا أكيد معرفة على الآر، وهنا معرفة على الآر النجمة. لو نأتي الآن ونلاحظ جيدا إلى كل واحدة منها، ركزوا معي، ها هو المنحنى لكل دالة منها، تابعوا، ها هو الدالة التي باللون الأزرق هنا أبنائي هي الدالة F، يعني سي F، يعني منحنى الدالة F، وهذا الذي باللون الأحمر الدالة G اللي هو سي جي. ركزوا، لو نلاحظ جيدا أبنائي، لو نأتي إلى هذا المجال من هنا إلى هنا، لاحظوا نقسم المجال، نلاحظ أن الدالة من هنا من هذا المكان إلى هذا المكان كله دالة. كيف هي الدالة F؟ الدالة F كيف هي؟ متناقصة. والدالة كذلك الدالة G لاحظوا كيف هي؟ متناقصة. ركزوا، متناقصة، والأخرى كذلك كيف هي؟ متناقصة. كيف تعطينا؟ أكيد سوف يعطينا تركيبهم يعطينا دالة كيف هي؟ متزايدة. وهنا من ماذا؟ من الناقص ما لا نهاية إلى غاية الصفر. ومن هذا المكان الآن إلى هذا المكان، نلاحظ أن الدالة F كيف هي؟ F متزايدة، والأخرى كيف هي؟ لاحظوا ها هي أمامكم، لاحظوا أبنائي الدالة G كيف هي؟ متناقصة. ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا أكيد أنها كيف تكون؟ تكون متناقصة. ركزوا أبنائي، لاحظوا جيدا، لأن الدالة F ها هي هنا متناقصة على المجال من الصفر من النقص ما لا نهاية إلى غاية الصفر، ومن هنا متزايدة، لاحظوا هنا هذه الدالة F. أما الدالة G هي متناقصة تماما مهما كان، ها هي من هنا متناقصة ومن هنا متناقصة على مجموعة التعريف اللي هي R ما عدا الصفر. لو الآن نأتي إلى تركيبهم، لاحظوا سوف نلاحظ عملية التركيب، ها هو المنحنى التركيب الذي هنا يظهر اللون الأحمر. ركزوا أرجوكم حتى تتعلموا كيف تستنتجوا إشارة أو تغيرات مركب دالتين. لاحظوا قلنا هذه الآف متناقصة، ها هي أمامكم، والجي متناقصة، جداؤهم يعطي لكم هذه التي تظهر باللون الأحمر، هذه يا أبنائي لاحظوا كيف هي، هي متزايدة، اللي هي ماذا؟ هي F G اللي هي G تركيب F، G تركيب F، هذه متناقصة وهذه كيف هي؟ كذلك متناقصة، سوف تعطيكم شيء يسمى متزايدة. ها هي أمامكم، بوضحها باللون الأخضر في هذا المجال، ها هي أمامكم أبنائي، يعني الدالة جي تركيب اف هذه كيف هي؟ متزايدة في المجال من الناقص ما لا نهاية إلى غاية الصفر مفتوح لأن مجموعة التعريف. لاحظوا الآن هذه الدالة اف متزايدة، هذه الدالة اف التي باللون الأسود متزايدة، والجي متناقصة، المتناقص في المتزايد يعطي لنا متناقص، إذا ها هي الدالة، لاحظوا جيدا، لاحظوا التي بتظهر هنا باللون الأحمر، ها هي أبنائي، ها هي جي تركيب F، كيف هي؟ إنها متناقصة.
بهذه البساطة فقط يعني، ومتناقصة أكيد على المجال. ما هو المجال؟ من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية، اللي هي مجموعة تعريف دي جي تركيب اف بهذه البساطة فقط. إذا كانت واحدة متزايدة والأخرى متزايدة تعطيك متزايدة، إذا كانت الأخرى متناقصة والأخرى تعطيك متزايدة، متزايدة متناقصة تعطيك متناقصة، متناقصة متزايدة تعطيك متناقصة بهذه البساطة كما لاحظتم هنا. يعني أخذت مثال لتوضيح ذلك أبنائي بكل بساطة. والذي يظهر هنا باللون الأحمر هو تركيب سي لي جي تركيب اف، يعني المنحنى تركيب الدالة جي مع الاف بهذه البساطة فقط أبنائي. عندنا كذلك مثال آخر، ها هو أمامكم. قال لتكن الدالة اف المعرفة على أكبر مجموعة ممكنة دي جزء من ار، هنا جزء من ار، بالعبارة اف لإكس تساوي جذر إكس زائد 2 على إكس زائد 1. قال أولا بين أن مجموعة تعريف هذه الدالة اف أنها من ناقص ما لا نهاية إلى الناقص 2 اتحاد من ناقص 1 إلى الزائد ما لا نهاية. لو نلاحظ هنا أبنائي نجد أن هنا يوجد تركيب. تركيب ماذا؟ لو نأتي ونلاحظ جيدا أنه نقول ماذا؟ نقول هكذا، نقول دي، نلاحظ أنها هي مركب للدالتين. إذا قلنا U ونقول V مثلا، V تركيب U دي تساوي هكذا إكس، بحيث الإكس لماذا؟ لها هي الدالة U. لاحظوا الدالة U لإكس عبارتها هي إكس زائد 2 على إكس زائد 1. هنا حيث ماذا؟ إكس كيف يكون؟ حيث هنا الإكس ينتمي إلى مجموعة تعريف هذه العبارة اللي هي R ما عدا ماذا أبنائي؟ ما عدا الناقص 1 هكذا. ثم ماذا؟ وماذا؟ وها والدالة في لي اكس تساوي جذر اكس، جذر اكس. وماذا معناه؟ وهذه القيمة اللي هي اكس زائد 2 على اكس ناقص 1 تكون تنطبق على مجموعة تعريف الدالة الجذر، اللي هي يجب ان يكون هذا الاكس ماجيسكيل اكبر من الصفر. يعني تكون هذه كذلك، لاحظوا جيدا ابنائي، تكون كذلك هي اكبر هكذا، أكبر أو يساوي الصفر. هنا ماذا نجد؟ نجد أنه يجب أن يكون، لاحظوا ماذا يمكن أن كيف نبرهن. أولا مجموعة التعريف الدالة هذه قلنا R ما عدا الناقص 1 الذي يعدم المقام، ويجب أن تكون هذا الكسر يكون فيه القيم كيف هي؟ الموجبة. يعني كل هذه القيم يجب أن تكون تحقق هذا الشرط. كيف نعمل أبنائي؟ لاحظوا جيدا كيف نعمل بكل بساطة. تعالوا نلاحظ. قال التحقق من أن تكون الدالة F معرفة من أجل كل إذا كان ماذا؟ قلنا هنا تركيب، أنه يجب أن يكون الدالة الأولى التي هذه الدالة تكون كيف هي؟ تكون لا تساوي الصفر، والتي بالداخل يجب أن تكون أكبر أو تساوي الصفر. ماذا نفعل؟ لندرس حسب قيم الإكس إشارة هذا المكان أين ينعدم. أكيد البسط ينعدم عند إكس يساوي ناقص 2، والمقام ينعدم عند إكس يساوي الناقص 1. ثم نعمل ماذا؟ جدول إشارة، ثم نستخرج مجموعة تعريف التركيب. لاحظوا ها هي جدول إشارة. جدول الإشارة عندنا ماذا؟ ركزوا أبنائي، عندنا الإكس، عندنا إكس زائد 2 ينعدم عند الناقص 2، من هنا الناقص ومن هنا الزائد. عندنا إكس زائد 1 ينعدم عند الناقص 1، من هنا الناقص ناقص وهنا الزائد، لأن هنا هذا عابر سبيل فقط. إشارة كسر من إشارة ماذا؟ البسط في المقام، يعني هذا في هذا تعطيك زائد، وهذا في هذا تعطيك ناقص، وهنا جعلنا هذا لأن هذا يقع في المقام في هذا المكان. هنا أبنائي علينا نحترم مجموعة التعريف، تصبح زائد في زائد هي الزائد. ما هي القيم التي تحقق لنا هذا التركيب؟ وهذا الشيء أكيد يكون مجموعة التعريف كلكم سوف تقولون في المجال الموجب، يعني تصبح دي اف من هذا المكان اتحاد من هذا المكان إلى هذا المكان الذي يجعل لنا هذا الشرط الذي
كنت أتحدث عليه هذا الشرط. لاحظتم؟ إذن ماذا تصبح مجموعة التعريف أبنائي؟ تصبح مجموعة التعريف ها هي أمامكم، لأنها مركب دالتين، دالة كسرية داخل دالة جذرية. الدالة الكسرية علي أن تقول مقام لا يساوي الصفر، وما بداخل الجذر يكون أكبر أو يساوي الصفر، يكون المجال كما تلاحظون هنا اللي هو ها هو أمامكم بهذه البساطة. هنا عند الاثنان مغلوق وهذا مفتوح لأنه يقع في المقام، أنها يقع في المقام احتراما لمجموعة تعريف المقام. الآن نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده، لاحظوا ما هو السؤال. السؤال قال تحقق أنه من أجل كل إكس، هذا السؤال أنه إف لإكس إتش لإكس تساوي، عفوا قبل كل شيء هذا قال بين أن إف هي تركيب دالتين، تركيب دالة لاحظوا دالة جذرية حيث الجي هي الدالة الجذرية والدالة إتش هي دالة يطلب تعيينها أو تحديدها. هنا تحدثنا على هذا الشيء، لو نلاحظ جيدا أبنائي ها هي الدالة، الدالة جي بالعبارة جي لإكس تساوي لنا جذر إكس، والدالة آش أكيد سوف تكون هي الإكس زائد اثنان على إكس زائد واحد. لما نعوض هنا يعني لاحظوا الآش، الآش داخل الجي، يعني هذه القيمة ندخلها هنا فنتحصل على هذه بأبسط طريقة فقط أبنائي. الآن ثم قال تحقق أن الدالة هذه هنا نستعمل إلا توحيد المقام لهذه القيمة نتحصل على العبارة مباشرة اللي هي هذه العبارة، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة، دالة هذه المقلوب هي دالة متناقصة، لاحظوا جيدا يعني بكل بساطة يعني الأمر بسيط، لاحظوا هكذا عفوا هكذا تغيرت الدالة. إذا تغيرت الدالة قلنا أنها إذا برهنا تعيين الدالة اش، لاحظوا ها هي الدالة اش وها هي الدالة جي، ولدينا فعلا أنها هي مركب دالتين بهذه البساطة. سوف نكمل. إذا تغيرت الدالة، الدالة هذه اللي هي الدالة اش ما هي؟ لو نلاحظ جيدا كذلك هي تركيب، هي تركيب دالة خطية اللي هي هذه الدالة الخطية اللي هي x زائد واحد وهي متزايدة تماما، والدالة مقلوب اللي هي واحد على x هي دالة متناقصة. المتزايد في المتناقص، ناقص في زائد تعطي لك ناقص، إذا الدالة هذه أكيد سوف تكون كيف هي متناقصة. نستنتج تغيرات نفسه اتجاه تغير الدالة هذه، لاحظوا جيدا إذا كيف؟ إذا تصبح هذه الدالة h هي دالة ها هي، إذا قلت هي مركب هاي دالة خطية زائد متبوعة بالدالة المقلوب، هذه متناقصة وهذه متزايدة، بما أن اتجاه تغير الدالة هذه متناقصة متزايدة وهذه متعاكستان، فإن ماذا؟ فإن الأش متناقصة على هذا المجال. الآن تعيين تغيرات الدالة الإف اللي هي الصفر، قلنا ماذا؟ لاحظوا جيدا، لو نلاحظ إلى الدالة الجذر، لأن قلنا جي لإكس تساوي جذر إكس، هذه الدالة متزايدة من الصفر إلى الزائد ما لا نهاية، ركزوا متزايدة، وعندنا الدالة آش التي داخلها بداخلها هي دالة، لاحظوا بما أن الدالة جي كيف هي؟ متزايدة والدالة آش متناقصة، فكيف يكون الجداء؟ أكيد متزايد في متناقص يكون متناقص، متناقصة إذن فإن الدالة إف متناقصة من المجال من ناقص ما لا نهاية إلى الناقص اثنان ومن الناقص واحد إلى الزائد ما لا نهاية، وها هي أمامكم في المنحنى اللي هي الدالة إف إنها متناقصة، لو تلاحظون وتتابعون ها هي متناقصة وها هي كذلك متناقصة. التمثيل البياني للدالة إف والتحقق من الصحة، القراءة البيانية للمنحنى الدالة إف تؤكد فعلا النتائج أنها صحيحة بكل بساطة. هكذا أبنائي قد تعلمنا كيف نستنتج تغيرات دالة مركبة من دالتين فقط. عندنا كذلك نتطرق الآن إلى نهاية دالة مركبة، نهاية دالة مركبة، نهاية دالة مركبة أولا سوف نقوم بقراءة التعريف. أ و ب و س تمثل أعداد حقيقية
أو كذلك زائد مالي والنقص مالي ليس عدد حقيقي إنما هي قيمة غير معلومة. وإي وفي وأف دوال، حيث الأف لاحظوا ماذا يساوي، سنة في تركيب إي عندنا إذا كانت، لاحظوا ها هو القانون الذي عليكم بحفظه، إذا كانت ليميت الإي هذه البنت نهايتها البي لما يكون الإكس يؤول إلى الأ، وماذا والأم اللي هي الفي نهايتها هي هي إكس يؤول إلى، يتحرك هذا إلى هنا، فإن ليميت فيلو إكس لما الإكس يؤول إلى البي الذي توصلت إليه الأي يساوي سي، فإن نهاية الدالة هذه هي إكس يؤول إلى الأ هي سي. سوف نأخذ مثال بسيط لاحظوا حتى تفهموا هذا الكلام. لو نأتي إلى المثال نقول نحسب ليميت جذر إكس زائد واحد على إكس ناقص واحد لما الإكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية، إذا سمينا هذه هي الدالة الدالة F. هنا عندنا تركيب، ما هو التركيب؟ نلاحظ أن ماذا؟ أن الإكس يؤول إلى ماذا؟ إلى إكس زائد واحد على إكس ناقص واحد، وهذا يذهب إلى ماذا؟ إلى جذر ماذا؟ إكس زائد واحد على إكس ناقص واحد بواسطة الدالة الأولى هي الـ E والدالة الثانية هي V، ومن هنا إلى هنا نجد الدالة F هي الدالة F. الآن ماذا نقول؟ نقول E لـ X كم تساوي؟ تساوي لنا ماذا؟ X زائد واحد على X ناقص واحد، والدالة V لـ X تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا Z، نتركها تساوي Z، ليس الزد إنما جذر الزد، ليس الزد طبعا لأنها يد في الجذر. لاحظ الآن كيف نستنتج النهاية طبقا لهذا التعريف، نتابع جيدا. سوف نجلب معنا التعريف حتى نتخذه كمرجع لحل هذا المثال. لاحظ نقول ليميت، أولا نقوم بحساب النهاية الأولى ليميت ماذا؟ ليميت U لي X لما X يؤول إلى ماذا؟ إلى الزائد ما لا نهاية، تصبح ماذا تساوي؟ تساوي لنا ليميت الدالة الكسرية اللي هي X زائد واحد على X ناقص واحد لما X يؤول إلى الزائد ما لا نهاية، وهذه تعطي لكم أكبر حد على أكبر حد اللي هي ليميت X على X لما X يؤول إلى الزائد ما لا نهاية. كم وجدناها؟ تجدها واحد. ركزوا، إذا البي ظهر أنه هو الواحد، تصبح ماذا؟ هذا البي يحول إلى في، يعني يصبح هكذا ليميت في لي، لاحظوا إذا قلنا في لي مثلا في لي زاد، غيرت فقط، لما زاد يصبح يؤول إلى الواحد، تصبح تساوي لنا ليميت جذر هكذا جذر زاد، حيث الزاد هو الإكس زائد واحد على الإكس ناقص واحد لما الزاد قلنا يؤول إلى الواحد. كم يعطي لنا؟ يعطي لنا جذر واحد، والجذر الواحد هو الواحد. الآن يعني طبقا لهذا بهذه البساطة معناه ماذا يصبح؟ تصبح هكذا ليميت، إذا سميت هذه الأف آف لإكس لما الإكس يؤول إلى ماذا؟ إلى الزائد ما لا نهاية، تساوي نهاية تلك التركيب اللي هي كم؟ واحد. بكل بساطة، بهذه البساطة أبنائي فقط. هذا مثلا هذا المثال. لو ننتقل الآن إلى المثال آخر، ها هو مثال آخر، ها هو مثال آخر، قال نعتبر الدالة F المعرفة على R النجمة، يعني كل الأعداد ما عدا الصفر. لاحظوا الدالة ما هي؟ هي سينوس بي على 2 زائد 1 على اكس، ونريد حساب نهاية هذه الدالة لما الاكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية. هنا كذلك لو تلاحظون يوجد مركب دالتين، يوجد مركب دالة اللي هي لاحظوا، لاحظوا أبنائي الدالة، نلاحظ أن الدالة F هي مركب دالة E و V بهذا الترتيب، الدالة E هي التي تقع هنا في البطنة ها هي، والدالة V هي السينوس اكس، معناها F تساوي V تركيب E حيث هذه تقع هنا الداخل. ماذا نقول؟ نقول نهاية هذه العبارة عند الزائد ما لا نهاية كم تساوي؟
تصبح واحد على زائد ما لا نهاية. كم هذه؟ تعطي لكم صفر. تبقى لنا ماذا؟ بي على اثنان. لاحظوا ها هي بي على اثنان. هذا الذي نجده هنا يصبح هو الذي يؤول إليه الفي لإكس. هنا ركزوا، تصبح نهاية ليميت في لإكس لما الإكس يؤول إلى البي على اثنان، لأن ظهر هنا بي على اثنان. سينوس البي على اثنان ما هو؟ ما هي سينوس بي على اثنان؟ اللي هي سينوس 90 تساوي كم؟ تساوي لنا واحد. ها هي أضيف لكم واحد. إذا نهاية هذه العبارة كليا أبنائي، هذه العبارة سوف تعطي لنا قيمة واحد بواسطة ماذا؟ بواسطة التركيب. كذلك هنا لو نأتي بنفس الطريقة، هنا عند الزائد ما هي أكيد سوف نجد واحد، لأن تعطينا هذه النهاية هذه بالداخل هي واحد. نهاية الواحد هي الواحد بأبسط طريقة هكذا أبنائي فقط. نأتي الآن إلى هذا المثال كذلك، لاحظوا جيدا. قال لتكن دالة اف المعرفة على المجال، لاحظوا من ناقص ما إلى ناقص واحد مغلوق اتحاد الواحد إلى زائد ما مفتوح. قال احسب نهايات الدالة اف عند أطراف مجموعة التعريف. هنا كذلك يوجد لنا مركب. ها هي الدالة اي لي اكس، ما هي؟ قلنا هي 2 اكس زائد 1 على اكس ناقص 1، والدالة في لي اكس تساوي ماذا؟ جذر اكس. هكذا ماذا تعطينا نهاية؟ لاحظوا جيدا، سوف نقوم بإنجاز هذا التمرين. لاحظوا ها هو الحل. نلاحظ أن اف هي مركب دالتين، لاحظوا كما ذكرت هنا. نلاحظ بما أن، ركزوا أبنائي، بما أن ليميت الكسر هذا عند الناقص ما نهاية حتى عند الزائد ما هي نفس الشيء، هو أكبر حد على أكبر حد، تعطيكم 2 إكس على إكس، نختزل هذا مع هذا تبقى لنا 2. إذا ماذا؟ ما هي نهاية هذه الآن الدالة عند الاثنان؟ تعطي لكم هنا اثنان، ماذا تصبح؟ عوضوا، تصبح جذر اثنان. وهذا الأمر تكرر كذلك عند الزائد ما لا نهاية. لاحظ الآن نأتي عند الأعداد، عند هذه وعند هذا. ركزوا أبنائي كذلك كيف تتم العملية، تتم بهذه البساطة فقط. لاحظ نهاية، بما أن النهاية هذه العبارة، نهاية هذه العبارة، لاحظوا جيدا، هذه العبارة عند النصف كم تساوي؟ تساوي صفر. نأتي بهذه، لاحظوا جيدا، نأتي بهذه القيمة ونعوضها هنا، كم تساوي؟ تساوي لكم الصفر. لاحظوا النهاية تعطيكم صفر. الآن عند الواحد بقيم أكبر، عند الواحد بقيم أكبر أبنائي ماذا نجد؟ لاحظوا جيدا، ما هي نهاية هذه العبارة؟ هذه العبارة كذلك. نأتي الآن إلى هذه العبارة، ما هي نهاية هذه العبارة؟ كما تلاحظون جيدا هنا، لاحظوا إذا تصبح هذه ماذا تعطي لنا؟ بقيم أكبر تعطيكم زائد ما لا نهاية. هذه القيمة نعوضها هنا، ما هي إذا ماذا تعطيكم؟ تعطيكم هذه القيمة بأبسط طريقة، لأن تعطي جذر ماذا؟ جذر الزائد ما لا نهاية أكيد يعطي لكم زائد ما لا نهاية. لاحظوا وهذا تفسير هندسي، أنه x يساوي الواحد مستقيم مقارب عمودي، وهذا y يساوي اثنان جذر اثنان مستقيم مقارب كيف هو؟ أفقي بكل بساطة. الآن بعد ما أكملنا هذا التركيب نأتي إلى شيء آخر. لاحظوا نأتي إلى هذا التمرين، لاحظوا جيدا ماذا يقول التمرين. احسب النهايات التالية كذلك باستعمال ماذا؟ باستعمال التركيب. نأتي إلى المثال الأول، لاحظوا أبنائي ها هو المثال الأول، نستعمل فيه كذلك خواص التركيب. قلنا ماذا؟ ركزوا مع أبنائي، هنا يوجد دالتين، ما هي الدالة؟ الدالة U لإكس تساوي لنا 3x زائد 4 على x ناقص 3. المطلوب هو والدالة في لي x كم تساوي؟ تساوي جذر x. كيف نقوم بحساب هذه النهاية؟ أولا نحسب نهاية هذه العبارة لما x يؤول إلى الثلاثة بقيمة أكبر. نقول ليميت ماذا؟ ليميت 3x زائد 4 على x ناقص 3 لما x يؤول إلى الثلاثة بقيم أكبر. هذه قاعدة عندنا ماذا تصبح؟ تصبح، لاحظوا جيدا، عندنا
قانون اللي هو ليميت واحد على اكس ناقص ا لما اكس يؤول الى الا بقيم اكبر، هذه نهايه شهيره درستوها في السنه الثانيه اللي هي زائد ما لا نهايه. اذا هنا ماذا تصبح ابنائي؟ تصبح ليميت ماذا؟ ليميت 3 اكس زائد 4 في 1 على اكس ناقص 3 لما اكس يؤول الى الزائد ما لا نهايه، بهذه البساطه فقط، البسط في البسط والمقام في المقام. الان لما نعوض هنا كم تعطي لكم طبقا لهذا القانون؟ تعطي لكم ما لا نهاية. لاحظوا ما لا نهاية، وهذه لما نعوض بالثلاثة تصبح 9 12، يعني تصبح 12 في ماذا؟ في ما لا نهاية، وتعطي لنا كم؟ ما لا نهاية. هذه النهاية التي وجدناها هنا اللي هي ما لا نهاية نقول سوف نعوضها هنا. معناه ماذا تصبح؟ ركزوا أبنائي، تصبح ليميت في لي اكس لما الاكس يؤول الى ما لا نهايه. لاحظوا جيدا هذا يصبح يؤول اليه اكس، تصبح ماذا؟ وتصبح تساوي لنا ليميت جذر اكس لما الاكس يؤول الى الزائد ما لا نهايه، وتساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا زائد ما لا نهايه. هذه هي قاعده التركيب. هذا المثال الاول. لو ننتقل الان الى المثال الثاني بنفس الطريقه سوف نقوم بإنجازه. كيف؟ لاحظوا أبنائي كيف تتم العملية. تتم بهذه الطريقة، لو نأتي ها هو المثال ونقوم بتطبيق عليه القانون. كذلك يوجد لنا الدالة U، هنا الدالة U هي 3 ناقص 6 X على 1 ناقص X، والدالة V لي X تساوي جذر X. نقوم بحسابة نهاية الدالة U، ليميت 6 3 عفوا 3 ناقص 6 اكس على اكس على 1 ناقص اكس لما اكس يؤول الى الواحد بقيم اكبر تساوي لنا ماذا؟ نفس الطريقه. هذه ركزوا، هذه لاحظوا عندنا هذه الكتابه يمكن نزع هنا هكذا، لاحظوا نزع الناقص من المقام وقلبه في البسط. ماذا ما تصبح؟ تصبح الليميت ماذا؟ هذا الناقص الذي يكون في المقام تصبح هكذا، ركزوا ركزوا، تصبح 3 ناقص 6 اكس ونخرج الناقص من هنا، ماذا يصبح؟ ركزوا ابنائي حتى تفهمون، تصبح اكس ناقص هكذا 1، ما زال الاكس يؤول الى الناقص الى الواحد بقيم اكبر، هذا الناقص اتي به الى هذا المقام، بس تصبح ماذا؟ تصبح ليميت ماذا؟ 6 اكس ناقص 3 لان الناقص يضرب في البسط على اكس ناقص 1 لما اكس يؤول الى الواحد بقيم اكبر. لكن عندنا مثل ما تذكرنا في النهايه قلنا انه تساوي ليميت 6 اكس ناقص 3 مضروبه في 1 على اكس ناقص 1 لما الاكس يؤول الى الواحد بقيم اكبر. هذه كم قلنا تساوي؟ تساوي الما لا نهايه. هذه تساوي ما لا نهاية، وهنا نعوض بالواحد تعطيكم ما لا نهاية في العدد ثلاثة، تصبح تساوي زائد ما لا نهاية. هذه الزائد ما لا نهاية التي يصبح نعوضها هنا، ماذا تصبح أبنائي؟ تصبح هكذا، تصبح ليميت جذر إكس لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية، بعدما كان لاحظوا هنا نعوض بالما لا نهاية، تصبح كم تعطي لكم ما لا نهاية. ويوجد تفسير بياني اللي هو اكس يساوي الواحد مستقيم مقارب عمودي. هذه بالنسبة إلى هذا المثال. نأتي الآن إلى المثال الذي بعده. ركزوا أبنائي لأن هذا يكون أشمل فيديو على الدوال المركبة إن شاء الله. المثال الثالث، في المثال الثالث كذلك أبنائي لو نأتي إليه لاحظوا سنقوم بجلبه هكذا ونعوض عند ماذا؟ لاحظوا هنا كذلك يوجد مركب اللي هي اولي اكس تساوي اكس مربع زائد اكس زائد واحد، والفيلي اكس تساوي جذر اكس. نقوم بحساب نهاية، نقول ليميت اكس مربع زائد اكس زائد واحد لما الاكس يؤول الى الزائد ما لا نهاية. نعوض هنا في اكبر حد فقط لانها داله كثيره تعطيكم زائد ما لا نهايه. هذه الزائد ما لا نعوض بها هنا، تصبح ليميت ماذا؟ ليميت جذر اكس لما اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه، وتساوي لنا زائد ما لا نهايه. هذا فيما يخص هذا المثال الثالث. ناتي الان الى المثال الرابع والاخير. ركزوا ابنائي، لو ناتي الان الى المثال الرابع
ونقوم بإنجاز نفس الطريقة اللي هو قواعد التركيب. هنا كذلك يوجد لنا دالتين، لكن هنا عندنا نقص مدني. الدالة أولي إكس عبارتها هي ناقص 2 إكس مربع مكعب عفوا مكعب زائد إكس ناقص 3، والدالة فيولي إكس تساوي ماذا؟ تساوي جذر إكس. ركزوا أبنائي، نقوم بحساب نهاية الأولى اللي هي ليميت ماذا؟ ليميت ناقص 2 في إكس قوة 3 زائد إكس ناقص 3 لما إكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية. نعوض في أكبر حد، نعوض هنا ناقص في ناقص في ناقص ناقص، والناقص هذا تصبح زائد ما لا نهاية. هذه نعوض بها هنا، تصبح ليميت جذر إكس لما إكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية يساوينا ماذا؟ عوضوا هنا بالما لا نهاية تجدون ما لا نهاية. إذا نهاية هذا المثال هي الما لا نهاية بأبسط طريقة ممكنة أبنائي. بعد ما أكملنا هذا الشيء، كذلك عندنا هذا المثال اللي هو نهاية هذه الدالة. هنا كذلك الدالة الكوس. نأتي الآن إلى هذا المثال الكوس ونقوم بإنجازه، اللي هو مركب دالتين U و V. لاحظوا هنا أبنائي. الدالة U لو تلاحظون الدالة U لي عبارتها هي إكس زائد 4 على إكس مربع ناقص 3 هكذا. والدالة في لي إكس هي ماذا؟ هي كوس إكس. الآن نقوم بحساب نهاية الدالة U. إذا ليميت ماذا؟ إكس زائد 4 على إكس مربع ناقص 3 لما إكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية. ماذا تساوي؟ تساوي أكبر حد على أكبر حد، اللي هو ليميت إكس على إكس مربع لما الإكس يؤول إلى ماذا؟ إلى الزائد ما لا نهاية. نختزل هذا مع هذا، سوف نجد ماذا أبنائي؟ سوف نجد ليميت واحد على إكس لما الإكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية، وهذه قيمة معروفة اللي هي الصفر. الآن هذا الصفر الذي وجدناه نعوض به هنا، تصبح ليميت كوس إكس لما الإكس يؤول إلى ماذا؟ لا نقول يؤول إلى الزائد، ما يؤول إلى الصفر. وكوس الصفر كم؟ هو الواحد، لأن كوس الصفر هو الواحد. إذا نهاية هذه تعطيكم واحد بهذه البساطة. ويوجد تفسير بياني لهذه النهاية، لما انطلقنا من المال نهاية وجدنا الواحد، نقول إكس إجراج يساوي واحد مستقيم مقارب أفقي، يعني موازي لمحور الفواصل. بنفس الطريقة في المثال، هذا المثال الثاني، لاحظوا أبنائي. نأتي الآن إلى المثال الثاني ونقوم بإنجازه كذلك مثل المثال الأول. هنا كذلك نجد تركيب دالتين، الدالة أولي إكس عبارتها هي ماذا؟ بي إكس ناقص واحد على 2 إكس، والدالة في ما هي؟ هي كوس إكس، وهذا الشيء كذلك يتكرر مع السينس. نقوم بحساب النهاية الأولى اللي هي ليميت بي إكس ناقص واحد على 2 إكس لما الإكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية، تساوي أكبر حد على أكبر حد، معناه تصبح ليميت بي إكس على 2 إكس لما إكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية. نختزل هذا مع هذا، ماذا تعطي لكم أبنائي؟ تعطي لكم بي على 2. لما وجدت بي على 2 هذا الذي يصبح يؤول إليه هنا، معناه تصبح ليميت ماذا؟ في لي إكس لما إكس يؤول إلى البي على 2، وتساوي لنا كوس بي على 2، وكوس بي على 2 اللي هو كوس 90 يساوي الصفر. إذا النهاية في الأخير تعطي لكم هنا صفر بهذه البساطة أبنائي فقط. إذا لاحظنا كيف تتم العملية بأبسط طريقة ممكنة هكذا، هذا ما يسمى التركيب. الآن نأتي إلى العنصر الآخر اللي هو اشتقاق دالة مركبة، مشتق دالة في تركيب U أو U تركيب V. هنا لهذا عندنا قانون مبرهنة بدون برهان، يعني لا داعي لبرهنتها. إذا قبلت الدالة U الاشتقاق على مجال U من R، هنا R، وقبلت الدالة في الاشتقاق من صور المجال U اللي هي U لي E، فإن ماذا؟ لاحظوا جيدا، فإن الدالة في تركيب E تقبل الاشتقاق على U، ولدينا من أجل كل X من E، لاحظوا ها هو القانون،
هذا هو قانون التركيب، مشتق التركيب. في تركيب اي مشتقتها هي مشتقة ماذا؟ مشتقة في لو اي لي اكس في اي لي اي مشتقة لو اي لي اكس. معناه لو ناخذ مثال بسيط جدا، لاحظوا جيدا، ها هو مثلا ناخذ هذا المثال، تابعوا حتى تعلم، سنقود علاقة امامكم حتى يعني يسهلكم الامر. ها هو، ها هي القانون. لو ناتي الى هذا المثال، ناتي الى نقول هكذا اف لإكس يساوي لنا مثلا 2x زائد 1 تحت الجذر. هنا يوجد لنا مركب دالتين، ما هي الدالة الأولى؟ الدالة الأولى هي اي لي اكس يساوي 2x زائد 1، والدالة في لي اكس يساوي جذر اكس. جذر اكس، تعالوا نطبق ماذا؟ إذا لاحظوا سوف نطبق القانون نقطة بنقطة. ماذا نقول؟ في تركيب اي مشتقتهم تساوي مشتقة هكذا، مشتقة الفي لي اكس في ماذا؟ في مشتقة الاي. كيف؟ ركزوا ابنائي، تصبح تساوي، بما ان الضرب عملية تبديلية، نبدا بهذا مشتق هذا اللي هو هذا يا ابنائي. ما هو مشتق 2 اكس زائد 1 اللي هو مشتقها هو الاثنان، في ماذا؟ في، ركزوا في هذا، ما هو مشتق هذه؟ مشتق الفي فتحة لإكس هو معروف، هو 1 على 2 جذر إكس، هو 2 جذر إكس، يعني ماذا؟ تصبح في 1 على 2 في جذر ماذا؟ لاحظوا هنا الفي في الأصل، يعني في 2 إكس زائد 1. ركزوا أرجوكم حتى تتعلموا، هو مشتق التي بالداخل هذه، ها هو أمامكم مشتق هذه، ها هو 2 في مشتق الدالة هذه، لكن في مكان الإكس، هنا في مكان الإكس نعوض بعبارة الأي، نعوض بهذه العبارة فقط، مثل ما لاحظتم هنا فقط، ها هو المشتق كيف حسب، ويمكن اختزال هذا مع هذا تصبح تساوي لكم 1 على 2 إكس زائد 1 تحت الجذر. هذا هو قانون التركيب، مشتق التركيب. وها هو مثال آخر أبنائي هنا كما تلاحظون، ها هو إليكم مثال، لاحظوا ها هو المثال، ركزوا معي مثال، ها هي الدالة. هنا يوجد مركب دالتين، لو تلاحظون دالة، يوجد دالة، ها هي دالة هي هذه، وماذا؟ ركزوا، وها هي دالة، يوجد دالة U عبارتها هي هذه، ودالة V عبارتها هي هذه. ماذا قلنا؟ قلنا هي في تركيب اي، معناه تساوي مشتق هذه الصغيرة اللي هي هذا، اللي هي 2 إكس، لاحظوا ها هو 2 إكس، في ماذا؟ في مشتق هذه. كم مشتق هذه؟ هو 4 إكس، هو 4 إكس، لكن هنا في الإكس أبنائي علينا أن نعوض بهذه العبارة هنا بالداخل. معناه ماذا تصبح العبارة؟ تصبح بأبسط طريقة كما تلاحظون هنا، ها هي أمامكم أبنائي، لاحظوا مشتق هذه اللي هو ماذا؟ 4، في إكس، الإكس هو هذه القيمة كاملة، نعوضها هنا، في مشتق هذه كما نطبق اللي هو مشتق 2 إكس زائد 3 هو الإثنان، وتعطيكم هذه النتيجة بأبسط طريقة. إذا يعني للتوضيح أكثر، يعني دائما إذا عندكم إي في تركيب إي مشتقة هكذا، ماذا تفعلون؟ قوموا باشتقاق هذه التي تقع بالداخل اللي هي إي فتحة، ثم في ماذا؟ في مشتق في فتحة لي في لي إي لي إي لي إكس، مثل ما قمت بالحساب من قبل. لو نأتي مثلا إلى هذا المثال، لاحظوا لو نأتي إلى إف لي إكس تساوي لنا كوس مثلا 2 إكس، ماذا نقول؟ نقول هنا الدالة ها هي مشتقة داخلية، تصبح هكذا إف فتحة لإكس مشتق هذه التي بالداخل، ما هي؟ هي 2 في مشتق، ها هو القانون، في مشتق الكوس، ما هو مشتق الكوس؟
هو ماذا؟ هو ناقص سينوس. ناقص سينوس ماذا؟ الاو. الاو اللي هي هكذا ابنائي، وتصبح تساوينا ناقص 2 سينوس 2 اكس بهذه البساطة طبقا لهذا القانون. لو أخذنا مثالا آخر وقلنا مثلا سينوس اكس مربع زائد 1، سنقوم باشتقاقها. قلنا مشتق التي بالداخل اللي هو 2 اكس في مشتق هذه الدالة اللي هي سينوس، ما هو مشتقها؟ مشتقها هو الكوس، مشتق السينوس هو الكوس. في العبارة أعيد كتابتها كما هي هكذا أبنائي التي بالداخل بهذه البساطة فقط هكذا. الآن ها هو التمرين كذلك محلول. لاحظوا عندنا قال استعمال باستعمال قانون المشتقات، كذلك ها هو أمامكم أبنائي حله. لاحظوا جيدا، هنا يوجد الدالة هذه التي بالداخل نسميها U، وهذه كليا هذه نسميها V قوى 4 أو العكس. ينتج أنه ها هي الدالة، لاحظوا هذه الدالة U، والدالة تعلمون أن الدالة أس آن ماذا تساوي؟ الدالة أس آن إذا كانت عندكم F لقوى آن مشتقتها ما هي؟ هي آن في F فتحة في F لآن ناقص 1، استعملناها من التركيب فقط، وتخرج النتيجة كما تلاحظونها هنا أبنائي بكل بساطة ها هي أمامكم. عندكم كذلك المثال الثاني، هذا مثال مقلوب بنفس الطريقة، وعندنا مثال كذلك هو مثال الجذر. قلنا ماذا تقول القاعدة؟ مشتق التي بالداخل اللي هي 2 إكس في ماذا؟ في 1 على 2 في مشتق هنا الجذر اللي هو ماذا؟ هو إكس مربع ناقص 4، لأن هنا يوجد تركيب دالتين، الأولى هذه الجذر تسمى في والتي بالداخل تسمى اي، ونطبق عليها نفس القاعدة التي تظهر هنا أمامكم باللون الأخضر هنا أبنائي، وها هو النتيجة تظهر أمامكم كما تلاحظون، سوف نختزل هذا مع هذا وها هي النتيجة بكل بساطة. كذلك عندنا هذا القانون ها هي أمامكم، كذلك هنا معرفة على R وهنا معرفة على R، تصبح F فتحة لX يساوي مشتق التي بالداخلية ناقص 3 في مشتق الكوس اللي هو ناقص السينوس، في العبارة تبقى كما هي ناقص 3X زائد P على 5، وأكملوا الحساب تعطي لكم ماذا؟ تعطي لكم 3 في سينوس ناقص 3X زائد P على 5. هذا فيما يخص هذا المثال. المثال الثاني كذلك عندنا السينوس، تصبح F فتحة لX تساوي مشتق التي بالداخل اللي هو النصف في مشتق المركب هذه السينوس، ما هو مشتقه؟ هو الكوسينيس. ثم أعيد كتابة الشيء الآخر بنفس بنفس الطريقة اللي هو 2X زائد P، ها هو المشتق بأبسط طريقة أبنائي. يعني قوموا باشتقاق التي بالداخل ثم مشتق هذه وفي مكان الإكس، أو تبقى دائما العبارة التي هذه بالداخل فقط. عندنا كذلك ها هو مثال آخر بنفس الطريقة، استعملوا نفس الخطة التي كنا نتحدث عليها. هنا هذا المثال معرف على R وهذه معرفة على كذا وهذه كذا وهذه كذلك معرفة على R. هنا لو نأتي الآن إلى هذا نستعمل قلنا تركيب، يعني تصبح هكذا F فتحة لإكس تساوي هذا ينزل، إذا تساوي لنا 5 في مشتق التي بالداخل اللي هي 2 في ماذا؟ في عبارة ننقص لها درجة تصبح 2 إكس زائد 4 الكل قوة 4. المثال الثاني كذلك تصبح F فتحة لإكس تساوي مشتق التي بالداخل هو الواحد في مشتق الدالة الجذرية اللي هو 1 على 2، تبقى العبارة كما هي إكس ناقص 4. هنا نفس القاعدة، تصبح F فتحة لX مشتق التي بالداخل هي ناقص 2 في 1 على 2 في جذر ناقص 2X زائد 4، ويمكن اختزال هذا مع هذا. تبقى لنا المثال الأخير، كذلك المثال الأخير أبنائي لا تخافوا، يساوي لنا ماذا؟ تصبح F فتحة لX يساوي هذا الثلاثة ينزل في ماذا؟ ركزوا أرجوكم، في مشتق التي بالداخل كم هذه هي الواحد،
في مشتق الكوس كم هو الناقص سينيس إكس ننقص له درجة يصبح قوة اثنان، تصبح تساوي ناقص ثلاثة في سينيس إكس هكذا قوة اثنان. هذا هو المشتق بأبسط طريقة ممكنة. هنا هذا المثال الأخير نطبق عليه هذه القاعدة، إف لي قوة آن مشتقاتها هو آن في مشتق التي بالداخل اللي هو إف فتحة، ها هي الإف، ها هي الإف اللي هي الإكس، إف لي إكس في في الدالة وننقص لها درجة، بما أنه أصبح كانت ثلاثة تصبح كم؟ اثنان. هكذا أبنائي. وفي الأخير لديكم هذا التمرين الشامل حول تركيب الدوال، هو موجود على قناتي اللي هو قناة الأستاذ نور الدين على اليوتيوب. كيف تقومون؟ اذهبوا إلى اليوتيوب واكتبوا هذا الشيء، حل أشمل تمرين حول تركيب الدوال في اليوتيوب، وأضيف كلمة هنا الأستاذ نور الدين كي تجدونه مباشرة. اكتبوا حل أشمل تمرين حول تركيب الدوال الأستاذ نور الدين في اليوتيوب، ثم أجعل على كلمة أونتري ستجده هناك وستتعلم كل شيء. للإيجاد أي شيء حول الرياضيات من السنة الأولى ثانوي إلى السنة الثالثة ثانوي جميع الشعب، ما عليك مثلا لو أردت أن تبحث على مثلا على النهايات، مثلا على النهاية اكتب هكذا، اكتب النهايات في اليوتيوب، اكتب النهايات في اليوتيوب وزد معها الأستاذ نور الدين، ستجد كل شيء. مثلا حالة عدم التعيين، حالة اكتب حالة أو تمرين حول إزالة حالة عدم التعيين، ومن بعد أضيف هنا الأستاذ نور الدين واجعل أونتري. أي شيء في الهندسة الفضائية، في الأعداد المركبة، في تصحيح بكالوريات، دائما اكتب العنصر الذي تبحث عليه. مثلا الدالة الأسية اكتب الدالة الأسية ومن بعد أضيف معها الأستاذ نور الدين، ستجد كل شيء ما هو متعلق بالدالة الأسية بكل بساطة. وفي الأخير لا تنسونا بالدعاء أرجوكم، دعوا لنا بالصحة ودعوا لنا دعوا لنا بترحم على روح أمي الطاهرة. وفي الأخير زوروا موقعنا لصفحة الفيسبوك للأستاذ، صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين، ليصلكم جديدنا باستمرار. وإن وجدت أخطاء في الحساب فالكمال لله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.